الموم كفايين ضمن المساحة التوعوية بمرض سرطان الثدي. وبالحديث عن الأرقام يلي عم تكون سنويا، حيث تسجل كل عام قرابة 1,380,000 إصابة جديدة بسرطان الثدي و 458,000 حالة وفاة بسببه، ولذلك لابد من معرفة طرق الكشف الذاتي عن مرض سرطان الثدي وأبرز أعراضه. لهيك بيسعدنا نرحب بالدكتور علي الغزاوي، اختصاصي في علاج الأورام. يسعد صباحك صباح دكتور، الخيرات، وأهلا وسهلا شكركم فيك. دائما على الاستضافة واهتمامكم الدائم بمواضيع الصحة العامة. يسعد صباحك واهلا صباح وسهلا فيك. خيرات. يعني مثل ما قالت بالمقدمه نرمين، يوميا عم بيكون في عنا وسنويا اعداد كبيره من الاصابه، ويمكن دائما بنقول بكل لقاء الكشف المبكر هو الاساس بالعلاج باي ورم سرطاني، مو بس سرطانات الثدي. خلينا نبلش ونحكي عن طريقه التوعيه، كيف ممكن انا واعي للاشارات اللي ممكن تستفيد منها السيده فتلحق على بكير. تمام، هلا نحن لما نحكي عن سرطان الثدي دائما بهمني السيد تعرف شغلتين، اللي هن سبل الوقايه وكيف فينا نكشف المرض بابكر ما يمكن لنحسن نسب الشفاء تماما منه. هلا الوقايه دائما نحن بنحكي عن عوامل خطوره، شو هي عوامل خطوره لسرطان الثدي؟ طبعا اشيع واول عامل هو العمر، دائما العمر فوق 45 سنه بيكون عامل خطوره لتطور سرطان الثدي، بالاضافه الى الجنس اللي هو الانثى، طبعا هي العوامل غير قابله للتعديل من قبل السيده. في عنا أيضا القصة العائلية، في عنا أيضا العوامل الوراثية، في عنا أيضا زيادة التعرض للأستروجين خلال دورة الخصوبة والإنجاب، بالإضافة إلى نمط الحياة. هلأ نحن اللي قادرين ندخل عيون بشكل وقائي هو تعديل نمط الحياة من خلال نظام صحي متوازن بيعتمد على الخضرة الفواكه، أيضا الابتعاد عن الدسم والشحوم، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل ودوري، وايضا الابتعاد عن التدخين والكحول وتجنب البدانه، بالاضافه نحن قادرين كمان نتدخل بسن الخصوبه والانجاب. دائما ننصح السيدات انه ما ياخذوا ادويه في استروجين او مانعات حمل الا لضروره طبيه وكون فتره باكره وقصيره، لانه التعرض للاستروجين بشكل مديد كمان عامل مؤهب لسرطان الثدي. بالاضافه دائما بنشوف نحن انه الإنجاب لأول طفل قبل سن الثلاثين أيضا من عوامل الوقاية، الإرضاع الطبيعي، بالإضافة عدد الولادات، متابعة مع أطباء نسائية. أحيانا ممكن يكون عندنا طمث باكر، أنه بلش عندنا الطمث بسن باكر تحت 12 سنة أو طول يعني يتأخر لما بعد عمر 45. فدائما التعرض المديد هذا فينا نتدخل فيه من خلال انه دائما نقول للسيده انه لا تاخذي ادويه فيها استروجين او مانعات حمل الا بضروره طبيه قصوى ولمده تكون قصيره. دكتور خلينا نحكي عن الفحص الذاتي، في توقيت معين ممكن السيده تجري فيه هذا الفحص؟ كل شهر بتوقيت معين، كل شهرين ثلاثه، وكيف بيتم؟ تماما، الان احنا حكينا عن عوامل الخطوره اللي فيها سبل الوقايه، هلا بنحكي على انه كيف فينا نشخص المرض ابكر ما يمكن لنحسن نسب الشفاء منه. نعم. طبعا هذا بدنا ندخل ببرامج الكشف المبكر اللي هي بتصير بعدة وسائل تشخيصية بتقوم فيها السيدة والطبيب والاستقصاءات الشعاعية. بنبلش نحن من الفحص الذاتي، الفحص الذاتي طبعا تقوم به السيدة في المنزل أثناء الاستحمام، بتفحص حالة يعني يفضل شهريا مرة واحدة، من خلال أنه تقوم بجس الثدي، تطلع على حالة بالمراية تشوف الثديين فيهم تناظر، فيهم اختلاف بالحجم، في اي شيء غؤور بالحلمه، في عنا تغيرات جلديه، اكزيما، احمرار، وايضا تبدا بفحص ثدييها. طبعا بتبلش من الثدي من المحيط بشكل دائري لتوصل للحلمه وتفحص تحت الابط، اذا تكررت هالعمليه مره شهريا بيكون منيح. انا بهمني بالفحص الذاتي انه تكون السيده اللي عم تعمل الفحص الذاتي بتكون واعيه يعني مهتمه بموضوع سرطان الثدي، وهي السيده لما توصل لعمر الأربعين راح تبلش معي بالاستقصاءات الشعاعيه. فدائما نحن الكشف المبكر ببلش عنا من السيده والطبيب والاستقصاءات، الفحص الذاتي ببلش عنا تقريبا بنبلش من عمر 25 سنه، الفحص السريري ايضا عند الطبيب من عمر 25 سنه ولكن بتواتر اعلى من سنه لثلاث سنوات، لازم يكون في زياره للطبيب للسؤال عن عوامل الخطوره وينصح السيده بعده نصائح وبيحسب لها عوامل خطوره انه في قصه عائليه، في بدانه، في استخدام لمواد او ادويه هرمونيه،
والاستقصاء الشعاعي طبعا بتبلش معنا بعمر الأربعين، بنبلش نعمل صور بتتدرج من الماموجرام الايكو، وايضا يدخل المرنة المغناطيسي. نعم دكتور، حضرتك حكيت انه في بعض العوامل بيقدر الطب يتداخل عليها باكرا لحماية السيدة او العمل على الوقاية باكبر قدر ممكن، وفي عوامل اخرى ما بنقدر نتدخل فيها اللي هي مثل يمكن العوامل الوراثية. خلينا نقول اذا في بعيلة سيدة مريضة، قد ايه نسبة انه ممكن تنصاب بنتها، او مثلا ممكن هي تنصاب اذا خالتها مصابة او اختها مصابة؟ نحكي عن العوامل الوراثية، ويعني السيدة اللي عندها حالة شو لازم تعمل، شلون لازم يكون الفحص الذاتي بالنسبة لها، كل قديش من امتى لازم تبلش فيه، حتى الفحوصات الدورية اللي هي اكثر من الفحص الذاتي. تماما. هلا نحن لما تجينا السيدة في عنا تصنيفين، انه هي معتدلة الخطورة مثل اغلب السيدات، او عندها خطر زائد للإصابة بسرطان الثدي. إذا عندها حالة بالعائلة. تمام. هلا مو يعني نحن لما يكون في عنا إصابة عائلية فهذا لا يعني إنه في عنا حالة وراثية. وإنما الإصابة العائلية بتزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي من 5 إلى 10 أضعاف عند السيدة. هلا بدنا نفرق بين شيء اسمه وراثي وشيء مكتسب أثناء الحياة. هلا الشيء الوراثي هو اللي بينتقل من الآباء للأبناء، بيكون بنسميه نحن بالجيرم لاين موتيشن، يعني موجودة هالطفرة اللي مسؤولة عن سرطان الثدي وعم تنتقل من الأم إلى البنت. هاي طبعا نسبتها بين 5 إلى 10% من كل حالات سرطان الثدي، ويتم الكشف عنها من خلال التحاليل الجينية. يعني لازم نعمل تحاليل جينية ونأكد أنه هالسيدة حاملة لهالطفرة اللي مع المستقبل ممكن تتطور عندها سرطان ثدي بشكل شبه أكيد، لأنه هاي الطفرة يعني 90 إلى 95% بتطور سرطان ثدي أثناء فترة الحياة. طبعا بالتحاليل الجينية فينا نكشف عنها. هلأ ممكن يصير عندنا طفرات أثناء الحياة مكتسبة بتطور سرطان ثدي، هاي لا تورث إلى الآباء والأبناء، ولكن بيشتركوا بعوامل الخطورة، بيكون عايشين بنفس البيئة، لحتى هالسيدة صار عندها طفرة مكتسبة لسرطان الثدي ممكن يكون عامل الخطر يزيد عند الأقرباء. هلأ نحن العوامل الوراثية فينا نتدخل لما نكشف أنه في عندنا حالة وراثية مؤكدة لسرطان ثدي مؤهبة. في عندنا طبعا علاجات، ممكن نعمل استئصال ثدي ثنائي الجانب لنوقي السيدة من خطر الإصابة، بس نكون مؤكدين جينيا أنه في عندنا الطفرة موجودة عندها، أو استئصال المبيضين. هلأ في حال رفضت السيدة إجراء جراحة ممكن نعطي أدوية هرمونية معاكسة لنمو الثدي، كمان بتخفف من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هاي فيما يخص العوامل الوراثية فينا ندخل بهالطريقتين، جراحية ودوائية. وأيضا طبعا لازم العوامل الأخرى ننصح فيها السيد تتجنبها، وتعديل نمط الحياة، لأنه كله بيساعد على أنه ينقص خطر الإصابة بسرطان الثدي. العوامل الأخرى اللي قادرين ندخل فيها هي نمط الحياة طبعا، من خلال تجنب البدانة. البدانة كثير عامل مؤهب لسرطان الثدي، وخاصة ما بعد فترة المراهقة. الاعتماد على حمية عالية الدسم دائما كمان لقوا فيه إلى علاقة مع سرطان الثدي. الكحول، التدخين، ممارسة التمارين الرياضية نقصت من خطر الإصابة. أيضا الاكثار من الخضار والفواكه، وعم نشوف بعض الدراسات عم تلاقي انه في دور للفيتامين د انه يكون عامل وقايه من سرطان الثدي. العوامل الاخرى اللي بنسميها نحن غير قابله للتعديل طبعا قصه عائليه ما بنقدر نتدخل فيها كونه ما في شيء يمنعها، الاضافه انه العمر فوق 45 والجنس الانثوي اللي هن اشياء عوامل خطوره واهمهم. بدنا نحكي عن البروتوكول العلاجي، هل هو في ستاندر متعارف عليه عالميا، ولا هي بترجع للتشخيص كل طبيب؟ يعني نحن حكينا من شوي في تدخل شعاعي ممكن يكون او جراحي، وفي جرعات كيميائيه، اذا بنقول في ترتيب معين لازم تمرق فيهم السيده او حسب الحاله، شو بتنصح حضرتك بهذا الموضوع؟ تمام. انا قبل ما احكي دائما بعترض على كلمه معالجه كيماويه. هو مصطلح يعني عالميا بدل على انه الادويه اللي بتنتج يعني بالمخبر غير الادويه الطبيعيه، فنحن هون بصير في خلط بين الادويه الكيماويه وبين يعني المواد الكيماويه الثانيه. المريض بده ياخذ كيماوي بده يحترق، فهي لا مصطلح تماما، يعني انه هو فقط انه ينتج كيماويا بالمخبر، فهي ادويه مثل باقي الادويه الثانيه، فبسميها علاج دوائي اكثر ما انه علاج كيماوي. هلا بالنسبة لحالات علاج سرطان الثدي، طبعا كل حالة على حدة، هو موضوع شخصي يتعلق بالسيدة، بمرحلة الورم عندها، بنوع هذا الورم، بصفاته، بالأمراض التي يعملها السيدة، شو عندها سوابق مرضية، شو عندها سوابق جراحية، ف
كل حالة على حدة، فهو علاج شخصي يعني كل مريضة أو سيدة بنحدد له خطة علاجها على حدة. هلا العلاج طبعا هو ما في علاج واحد، وإنما هو بيكون تعاون أو تضافر عدة علاجات جراحية دوائية شعاعية أحيانا كمان سلوكية، ومنبلش فيها. هلا غالبا نحن لحد الآن العلاج الشافي لأورام الثدي هو العلاج الجراحي، ما فينا نتخلى أبدا، يعني بدنا نقول شفاء لازم يكون فيه جراحة إلى الوقت الحاضر. ممكن مع الزمن نقدر عم نشوف يعني إنه ممكن فقط على الأدوية ممكن نستغني عن العمل الجراحي. بالإضافة للعمل الجراحي دائما بيكون في عنا علاج بنسميه نحن مساعد أدجوفانت، إنه بيوقي السيدة من إنه يصير نكس بالمستقبل. ففي العلاج الدوائي اللي بيتخلف من الكيموثيرابي، في عنا الراديوثيرابي، وفي عنا علاجات كثيرة، في عنا الهرمونال ثيرابي، وفي عنا أيضا التارجت الثيرابي اللي هي العلاجات الهدفية. طبعا بتخضع للسيدة لفترة محددة، كل ما كانت مرحلة الورم أبكر ما يمكن كل ما كانت العلاجات أخف مدة وحدة، يعني من العمل الجراحي اللي بيكون من استئصال كتلة لما نكشفها بحجم نص أو واحد سنتي رح يكون استئصال بسيط. أيضا يكون العلاج كم فترته أقصر، والعلاج الشعاعي كمان بيكون أخف شدة. فدائما الكشف المبكر أنا بفيد السيدة، بيحميها من نسب النكس، بحسن لها نسب الشفاء، بخطر من يعني بينقص من نسب الوفيات، وايضا بيكون العلاجات اسهل واسلس عندها. اكيد يعني دائما دكتور بيقولوا انه سرطان الثدي انه فيه كثير نسب شفاء عاليه، لانه اساسا الثدي هو خارج الجسم، فممكن الاستئصال يعني الشفاء التام. ولكن ايضا هلا السيده بتخاف مثل ما قلت انت تاخذ هالقرار لحتى ما يتغير شكلها. قد ايه صار في علاجات ترميميه ممكن هي توفي بالغرض، وبعد ما يتم هذا العمل الجراحي ممكن تخضع لعلاجات ترميميه وتكون امنه؟ تماما. هلا نحن الكشف المبكر فائدته انه يمكن ما نحتاج لهالعلاجات الترميميه. لما تجيني السيده بمرحله جدا باكره، احيانا قد تكون مرحله صفر بنسميها، انه الورم لا زال محدود ولم يعمل غزو موضعي، فهذا فقط علاج واستئصال الكتله مع حواف امان هامش امان سليم. هلا لما تجيني بمرحله شوي متقدمه كتله كبيره 5 سم او 7 سم، ممكن نحتاج نعمل استئصال ثدي تام. لما نعمل استئصال ثدي تام فيما بعد طبعا بعد ما نخلص كورسات العلاج ونطمن انه ما في عندنا نكس، ما في عندنا تطور لاي انتقالات ثانيه، بنروح مع اطباء العلاج الجراحه التجميليه بيرجعوا بيعملوا لي تصنيع ثدي وتصنيع حلمه، ونتائج جدا جيده وجميله. ولكن دائما ننصح كل سيده انه ما تخاف، وانه هالمرض مزمن مثله مثل اي امراض ثانيه مثل السكري مثل الضغط. الآن لم يعرف السبب الأساسي، ولكن هناك علاجات ممكن أنه تخلص منه بكل بساطة وسهولة. نعم. يعني بختام حديثنا بنشكرك كثير دكتورة على وجودك معنا ولكل النصائح القيمة اللي قدمتها. الله يقويكم يا رب، ودائما بتشكركم على الاهتمام بمواضيع سرطان الثدي بالشهر الوردي. وأنا دائما بنصح أي سيدة أنه ما تخاف وما تهمل حالها وتروح وتفحص، والموضوع جدا سهل وبسيط، وضمن هالعناية الطبية إن شاء الله يعني بتكون من الناجين، وبتكون إن شاء الله لبعدين ما تتعرض لخطر أو علاجات راضة شديدة. أكيد. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا.